سلام سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو راح يكون على تاريخ بلاد الجزائر العاصمة، راح يكون على حصن 23 أو باستيون 23، قاع الصور، قصر الرياس، دار الحمراء، تعددت الأسامي. حصن 23 يقع في أسفل القصبة مقابل البحر، ماهوش بعيد على البنيون. وش هو البنيون؟ البنيون كنت درت عليه فيديو سابقا في قناتي. حصن 23 هو عثماني المنشأ، ليزوتومو هما اللي بنوه، ولكن في الحقيقة يطلع للفترة البربرية والفترة الرومانية، وبعدها يخلص على يدين العثمانيين. هذا الحصن أو هذا القصر يتضمن 3 قصور، قصر 16، قصر 17، وقصر 18، وفيه منازل تاع الصيادين، كاين أرويقة، أزقة، شوارع تفصل بين هاد القصور. هاد القصر اللي دخلتو الأول هو قصر 18، وبناه الرئيس مامي أرنوتي حوالي 1750 ميلادي. وهاد القصر في الفترة العثمانية صنفوه من أجمل القصور على قصر 16 وقصر 17، لأنه في حجر المرمر. والغرف اللي في يعني في هاد القصر 18 شابين على قصر 16 و17. وهنا راني في الطابق الأول من قصر 18، مانيش في الطابق السفلي، راني في الطابق الأول. وهاد حبيت نوري لكم الشكل هدايا اللي يعني خدموه العثمانيين. هذا هو الشكل هدايا على شكل قبعة تاع العثمانيين اللي يلبسوهم السلاطين العثمانيين، يديروهم هكذايا في كل صور ولا حيط من غرف القصور، يشكلوا هذا الشيء باش يبينوا انه هذا القصر ولا هذا الدار راه عثماني المنشأ، وكانت باش يخلوا اللمسه ديالهم. وهنا طلعت للطابق الثاني، هنا راح تلاحظوا الاشكال هذوك تاع القبعات، وحتى انه الزليج كما يقولوا الزليج ولا لافايونس ولا هاد الغرف كامله، راح تلاحظوا انه شابين على الغرف اللي راح تشوفوهم تاع القصر 16 وقصر 17. راني في قصر 16، بعد ما خرجت من قصر 18. هذا القصر 16 داروا معرض وين يحكوا على تاريخ بلادنا الجزائر العاصمة. كما على بالنا كامل أنه بلادنا جازت في عدة فترات، الفترة العثمانية، الفترة الفرنسية. وهذا الطابق الأول من قصر 16 داروا لي طابلو، حطوا هكذا لي طابلو تاع رسامين وفنانين يحكوا على تاريخ الجزائر اترافيغ هاد لي طابلو تاع هاد الفنانين اللي يحكوا على القصبة، على الحروب،
الحروب اللي جازوا في بلاد اللي جاز الحروب اللي جازوا في بلادنا على شخصيات عثمانية وعلى شخصيات جزائرية. بعد ما كملت قصر 16 وقصر 18 خرجت للأزقة تاع هاد القصور رايحة لقصر 17. وكما قلت في بداية الفيديو أن هاد الباستيون ولا هاد الحصن تبنى فوق آثار رومانية. هنا دليل أنه هاد الحصن يطلع تطلع الفترة ديالو حتى الفترة البربرية والرومانية. قصر 17 راح كي ندخلوا ليه راح تشوفوا آثار تولي للفترة الرومانية، يعني هذا راه دليل. قصر 17 كي ندخلوا من هاد الجهة راح يقابلنا الباب الرئيسي ديالو على الجهة اليسرى. دونك غير ندخلوا على اليمين تاعنا راح تقابلنا الغرفة الأولى، وهنا اللي كاين الآثار الرومانية. هاد الغرفة خلوها هكذا بالعاني للزوار باش يكتشفوا أنه هاد الباستيون تبنى فوق الآثار الرومانية، وهذا هو الدليل. وكما يقولوا أنه هاد الشيء يصرى في يعني أي مستعمر كي يدخل أي بلد يستعمر ديك البلد راح يخلي اللمسة ديالو في البنيان، كيما في القصبة وكيما كيما في القصبة الجزائر. كي دخل الاستعمار الفرنسي حاجة الأولى اللي دارها ريب كامل الصور تاع قصبة الجزائر، وريب القصبة السفلى وحط البنايات ديالو بنى البنايات ديالو هكذا، يعني باش الناس كي تقصد الجزائر العاصمة عن طريق البحر كي يجوا على البحر راح يقابلوهم العمارات الفرنسية باش يمدوا النظرة انه هذا البلد بلد اوروبي. هو صح انه الواحد كي يجي على البحر راح القصبة راح تبان على الفوق، ولكن العمارات الفرنسية راح يقابلوا مباشرة البحر. راح نولي الاسم باستيون 23 ولا حصن 23. علاش حتى عطاولو اسم حصن 23؟ هذا الاسم يولي للفترة الفرنسية كي دخلت فرنسا للجزائر باه يمحو الاثار العثمانية تاع الاسامي اللي كانت مسمية على بعض الرياس والدايات اللي كانوا يحكموا الجزائر، ما لنحاو دوك الاسامي ومدوا ارقام لهذا الحصن. كاين باستيون 23، باستيون 20، باستيون 25، يعني حصن 23 25. وهذا الحصون هم موجودين كامل في الجزائر العاصمة ان بو بارتو في العاصمة، ولكن استولوا عليهم السلطات الجزائرية ما نقدروش يعني ندخلوا الكامل لي باستيون. والباستيون هذا كان يعني باستيون هذا 23 كان فيه قائد فرنسي واللي ردوا مدرسة داخلية لسور بلانش، وبعد مراها ولا مكتب القنصلية الأمريكية، ومن بعد مراها ولا مكتب للبلدية. وكدينا الاستقلال في 62 كان كاين بعض الأسر الجزائرية دخلوا هذا الحصن وسكنوا فيه، ومراها في سنة 1980 وزارة الثقافة استولات على هذا الحصن ودارت تغييرات وخلاته معلم أثري كما راكو تشوفوا. وانا خديت كامل هاد المعلومات من المؤرخ محمد بن مدير.